بسم الله الرحمن الرحيم. عطل شاشة تكمة، مش لاحظ تشتغل، تطلع كلمة تكمة وتختفي. راح نشوف العطل شنو ونتابع وياكم بعد ما نفتحها. بعد التدقيق تبين بأنه مقاومات تالفة، اللي هي واحدة اثنين ثلاثة. فعندنا كارت، نفس الكارت هذا قديم. ايش راح نسوي؟ راح نفتح من عدة المقاومات اللي بالجهاز هذا ونشدها بمكانه. هسه تابعونا، راح نسوي العملية وان شاء الله تنجح. هنا هذين المقاومات السطحية، راح نزيد هنا بهاي الطريقة شوي، نخليها سولدر منا ومنا، راح تحمي ونرفعهن من مكانهن. هنا اصلا محروقات. هسه هاي الاولى رفعناها واخذناها مكانها، وهاي الثانيه تحريكه بسيطه ويا الحماوه. لاحظ هسه الرفع عن اثنين هذني، بقت عندنا الثالثة اللي معطوبة هذه. أتمنى التصوير يكون واضح. والنظر شوية هم تعبان. هسه ننظف المكان، هذين ثلاثتين هسه، ثلاثتين هذني مكانهن. راح نجي ننظف المكان هذا ونكمل زراعة المقاومات. طبعا بعد ما رفعنا المقاومات اللي ثلاثة، واحدة اثنين ثلاثة، شديناها من الفور القديم. طبعا دائما القديم، هسه عندي هذا عاطل، القديم دائما احتفظوا به لان يفيدكم كمرجع. بعد ما شدينا المقاومات ظهر عندنا السيريس العالي، ففحصنا طلع عندنا الباور هذا، ترانزستور الباور هذا بدلناه، طلع عندنا تالف، فبدلناه بواحد جديد. وهسه ان شاء الله اشتغلت الشاشة. صراحة اشغلكم اياها. نلاحظ الشاشة نلاحظ الشاشة هسه اشتغلت. هذا الاي دي مالته اوكي، ان شاء الله اوكي. هذا الدرس، الغاية من عنده هسه بانه استفادينا من الاجزاء التالفة القديمة. دائما القديم لا تذبونه. استفادينا من مقاومات السطحية الثلاثة اللي هنا موجودة والترانزستور باور مالته، فقدرنا نصلح هاي الشاشة وتمت العملية بنجاح. أتمنى لكم التوفيق.